پروگرام کے اہم مرحلے یعنی تقاریر کے سلسلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں عربی تقریر کے لیے عائشہ محمود خان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ الصلاۃ اساس الدین کے عنوان پر روشنی ڈالیں. عائشہ محمود خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس الحفل المبجل و زملاء الاعزاء, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وبأهميتها. يا إخوات وزملائي, إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة, إنها أساس قوي للحياة الإسلامية, إنها ركن متين للشرعية الإسلامية, إنها بناء عظيم يقوم عليه السرح الإسلامي, إنها مكيال للصلاح والفلاح, إنها مقياس للنجاح والرشاد, إنها شعار الصالحين, وسيمة للمتقين, إنها غذاء الروح والنفس, إنها تسلية للهم والحزن, إنها قرة النفوس والروح. يا مسلمات وزملائي, لها منافع جسيمة, لها فوائد غزيرة. يا مسلمات, ناحيك بأهميتها. أن الصوم واحد, والزكاة واحدة, والحج واحد, وعقيدة التوحيد واحدة, لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. ناهيك بأهميتها. أن الزكاة لا تؤدى إلا في الفقراء المسلمين. أن الزكاة لا تؤدى إلا في الفقراء المسلمين. أن الصوم لا يجب إلا في الشهر المخصوص. أن الحج لا يؤدى إلا في المكان المخصوص. لكن الصلاة حرمت عن الخيد والخصوص. فجلتها الأرض كلها مسجدا, برا وبحرا, سارا وسريا. ناحيك بأهميتها. أن المكان الذي لا تؤدى فيه الفريضة من الصلاة تنور بها وتشرف, فهو بقعة منورة, فهو بقعة مشرفة, فهو بقعة مكرمة. من أمره بنه فله كذا وكذا فزائل, كيف من أدها بنفسها. من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لا يأمره إلا من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولا ظالم أكبر من منعها وخربها. فمن أظلم ممن منع مساجد الله إن يذكره الإنسان وسعى في خرابها. يا مسلمات, انظرنا إلى حيهتها, إنها تحمل في تيتها ومعاني عجيبة وخاف عميقة. أما عرفت قيامها, إنه يدرب النفس والأعضاء ظاهرة تدريبا إنسانيا. إنه يدرب النفس والأعضاء ظاهرة تدريبا إنسانيا, فيهت على الترك الشهوية الخلوية, فيهت على غص البصر عن الفحشاء والمنكر, ويقيد بالأحكام الإلهية من الحياة كلها خلوة وجلوة, سرا أو جهرا, انفرادا أو اجتماعا. أما عرفت ركوعها وسجودها, إنه يذكر الإنسان في كل وقت أنك خلقت من هذا التراب الذي تراه والذي عليه تزوء عزوك الكريم من الأعزاء, فكيف تكبروا وتجبروا وأنت من هذا الدين ومن صلصال. منها نخرجكم ومنها نعيدكم, ومنها خلقناكم, منها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى, فتدبروا سجودها وقعودها. إنما يحملان لطائفة عجيبة متحيرة, هكذا كل ركن من أركانها. يا مسلمات, أزوا عليها بالنواجذ ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال, وإلا يكون لنا الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمات, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.